السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اولا قبل ما ندخل الموضوع ديال اليوم غادي نبارك الناس اللي جوهم الاستدعاءات بالنسبه للديستيناسيون كندا موبيليتي فوروم اللي غادي ان شاء الله غادي يكون ابتداء من 18 الى 20 نوفمبر. كنتمنى لهم حظ موفق. هاد المقدمة هادي غادي نحاول أنني نعطيكم بعض النصائح بالنسبة للناس اللي أنهم تسجلوا في هاد فوريم موبيليتي ديستيناسيون كندا. قبل إن شاء الله ما يكون عندكم اللقاء الافتراضي غادي نعطيكم بعض النصائح نتمنى أنكم تستفدوا منها إن شاء الله. بقاو معايا وغادي نشرح لكم. بالنسبة للمؤتمر غادي سيقدم كل يوم كما كتشوفوا هنا سي كونفرنس سيغون بريزونتي شاك جور دو فوروم دو 18 او 20 نوفمبر كل يوم على الجدول الزمني التالي. هو هذا الجدول انتما كما كتشوفوا داروا هنا جدول. انا غادي نخلي لكم الرابط وغادي تشوفوا الجدول كيفاش انكم خاصكم تتبعوا هذا الجدول. هذا الجدول الزمني وغادي من طبيعه الحال هنايا كاتبين لي كونفرنس سيغون اون فرونسي باللغه الفرنسيه وفتره ديال الاسئله غادي تكون بالفرنسيه او والانجليزيه ولابد انكم تردوا البال لوغير من طبيعه الحال لوغير لان كاين ديكالاج دوغير. هنايا كاتبين لوغير اي بازي سور لور نورمال دوروب سنترال ضروري انكم فيريفيي لور لوكال سافو دير لور ديالكم نتوما اللي غادي تكونوا فيها سواء كنتو في المغرب او الجزائر او تونس او اي بلد انكم قدمتوا فيه الطلب خاصكم تراعيوا التوقيت ضروري من التوقيت. وهذا هو الجدول الزمني. هنايا دايرين كومبروندر لو بروغرام ديميغراسيون دايرين ريزيدون بيرمانون سافو دير الهجره المؤقته شرح اجراءات وتقديم الطلب. هنايا ما بين 16:30 و 17:15 كومبروندر لي بروغرام ديميغراسيون برنامج الهجره الاقامه الدائمه ريزيدون بيرمانون. كاين هنايا عاوتاني ابوردي لو مارشي دو ترافاي سافو دير الاقتراب من سوق العمل. هنايا عاوتاني دايرين لكم بريباري لو ديبار من 18:30 الى 19:15 كيفاش انك الاستعداد للمغادره الى هنا ومن 19:30 الى 20:15 كريي او اكيرير ان انتربريز او كندا كيفاش انك دير واحد ان انتربريز ديالك او كندا. هما دايرين لكم هنايا البروغرام خاصكم هادشي كله تقراوه باش تفهموا كيفاش غادي ان شاء الله تمر هاد المؤتمر كيفاش غادي يمر. مازال غنشرح لكم. هنا تشوفوا فوار كيستيون اسئله شائعه كاينين اللي كيطرحوا بعض الاسئله وكاين الجواب ديالها. او بويج تروفي لا ليست دي اكسبوزون او بويج تروفي دي اوبر دومبلوا هنا راه الاجوبه ديالها غير غادي تضغطوا عليها. Puis-je participer à destination au Canada même si aucune offre d'emploi ne correspond à mon profil. يا كاينه بعض الاسئله اللي انهم كتطرح وهنايا كيجاوبوكم عليها يكفي فقط الضغط على هذا السؤال وهنايا غادي يجاوبوك عليها. هنا عاوتاني كاين سؤال comment faire pour que mon conjoint ou ma conjointe puisse participer aussi. كاين هنايا الجواب هنا كيجاوبوك. كاين واحد السؤال مهم هنايا اللي انني شفتو هنايا وضروري انكم تعرفوه. هنايا بالنسبه لا كونيكسيون خص ضروري تكون عندكم ان بيل كونيكسيون وهنا كاتبين لكم سو كونيكتي ا كروم وفيروفوكس ماشي انترنت اكسبلور وديري لكم هنا واحد الرابط انكم الا ما استطعتوش انكم تكونيكتاو. المهم خاص تكون عندكم ان بون كونيكسيون باش انكم تدوزوا ان شاء الله المؤتمر في احسن الاحوال. وكنتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله. و الى عندكم اي سؤال ولا عندكم اي حاجه
ما عليكم الا تحطوه ليا في الكومنتير ديالكم او انكم اتصلوا بنا بالخاص. وحد موفق السلام ان شاء الله. عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. كما لاحظتوا في الفوريم ديستيناسيون كندا كاينين، فاش كنتو كتعمروا الاستماره باش انكم تشاركوا في الفوريم، كاين واحد السؤال كيطرحوا عليكم، واش كتعمروا الاستماره من نفسكم ولا جايين عن طريق منظمه ولا طريق شكون اللي مساعدكم في هذا تعمير هذه الاستماره هذه في املاء هذه الاستماره. هنا انا جبت لكم فواحد الفرصه انكم تعمروا عن تدوزوا عن طريق منظمه غير ربحيه، هي كارير سون فرونتيير. هما هنايا كيعرفوا براسهم نو سوم ان اورغانيزاسيون سون بيت ليكاتيف، سافي دير انهم ما عندهمش شي ربح، كيساعدوا الشركات، هاد كارير سون فرونتيير كيساعدوا انهم كيساعدوا الشركات الكنديه على توظيف العمال. هما كيساعدوا الشركات اللي موجوده هنا على توظيف العمال الاجانب، والضمان ديال طبيعه الحال ضمان الاستقرار ديالهم والاندماج ديالهم والنجاح ديالهم. هنا غادي نحاولوا اننا نعمروا، غادي نوري لكم كيفاش انكم تعمروا هاد لا دوموند هادي ديالكم، هاد الطلب ديالكم. احنا من طبيعه الحال ماشي اون بريزونط با اون انتربريز، ابغي الا كان شي حد عنده اون انتربريز بيان سور وبغى انه يعمر بهاد الطريقه هو انه يكليك على هادي. مثلا انا موظف مثلا في المغرب او الجزائر او تونس، وغادي ندير جو سوي ترافايور اترانجي، غادي نكليك عليها. هنا غادي تلوحنا لهاد سميتو هاد لاباج هادي، كما كتشوفوا هنايا من طبيعة الحال كيعاودوا يعرفوا بنفسهم كما قلت لكم سابقا. وهنايا تيقولوا بانهم فاسيليتي لو ريكروتمون لانتيغراسيون لو سوكسي دو ترافاي اترونجي ديفيرسيفي لو ميليو دو ترافاي كنديان. بطبيعه الحال هما نظرا لي الخصائص الكبير هنايا في الشغيله اليد العامله، عفوا كما قلت لكم سابقا نظرا للخصائص الكبير لليد العامله. هنا احنا كيفاش غادي نعمروا هاد لا دوموند او هاد الفورميلار هذا؟ هو غادي نمشيو لهاد انديفيدو، غادي نديرو فير ان دوموند وغادي تشوفوا هنايا المراحل اللي كيقولوا لكم من واحد جوج ثلاثة شنو هما. بحال قلتي لي زيتاب اللي غادي تدوزو منهم هي كومونسي بار رومبلير لو فورميلار، ومن بعد لو فورميلار هما بحال كدفعي هاد لا دوموند ليهم هما لهاد فرونتيير كارير سون فرونتيير. وهما الى اتصل بهم شي مشغل، الى اتصل بهم شي مشغل غادي يشوفوا البروفيل ديالك وغادي يحيلوا السي في ديالك للمشغل، ومن بعد غادي كونتاكتيو. كون توت اي كونفورم ا فوز اتونت نو ديبيترون لي بروسيس دي ميغراسيون، و الى كان عجبهم لو بروفيل ديالك ودوزو معاك كلشي غادي انهم يتصلوا بك. من طبيعه الحال هنايا غادي تدير هنا دوني بيرسونيل ديالك، كل شيء هنايا اللي بالنجمه هنا صافي دير راسي ايسونسييل خاصك تعمريه. غادي نسيليكسيوني مادا ولا مسيو ولا اوتر، المهم برينو من طبيعه الحال لا سيتوينيتي هنا سيتويان سيليكسيوني، كتسيليكسيوني شنو؟ هنايا غادي تشوفي من جميع البلدان، ها طالبين كاع من جميع البلدان. غادي نديرو حنا مثلا ماروك، نديرو ماروك. هنا نو دو فامي، لاج ديالك ضروري، هادو اللي كيما قلت لكم بالنجمه خاصنا نديرو سميتو ضروري نعمروهم. سيتويان ماروكان بيي دو ريزيدون، هنايا راه كيساعدكم باش سيليكسيونيو، وهنايا بيي دو ريزيدون كذلك كيساعدكم انكم تلقاو البلد ديالكم فاسيلمون. عاوتاني هنايا الكوريال ديالك وكونفيرمي الكوريال ديالك عاوتاني مره اخرى. هنا التليفون ضروري حتى هو. اشنو اخر؟ عاوتاني نيفو دو سكولاريتي، نيفو دو سكولاريتي شوفوا هنايا في النيفو دو سكولاريتي راه دايرين ايتيد سكوندير جينيرال بروفيسيونيل ديبلوم تيديت بري سكول بري سكول سكوندير
الى اخره يونيفرسيتير. المهم غادي تكليكيو على النيفو ديتود ديالكم والدومين ديتود. هنايا هنا ضروري ديروا الدومين ديتود ديالكم لاتر مودرن فرونسي جو سي با شنو عندكم. فولي فو اجوتي اوتر فورماسيون، الى عندك شي فورماسيون اخرى غادي دير وي ولا نو. و ليكسبيريونس بروفيسيونيل ضروري حتى هي. اسيغي فو دو شوازير لو ميتي كو كوريسبون لو ميو ا فو كاليفيكاسيون اي ا فوتر اكسبيريونس. بطبيعة الحال ما غاديش تزيدوا من راسكم، كما قلت لكم ضروري تكونوا صريحين في لي زيكسبيريونس ديالكم دو ترافاي. هنايا كما كتشوفوا لي بروفيسيون عرفتي راه واحد لا ليست ديال لي بروفيسيون كثير هنايا، صافي دير هنا ضروري غادي تلقاو راسكم هنايا من بين هاد الحوايج اللي راكم كديروها ان شاء الله في ليميتي ديالكم. لقيت انفيرميير، لقيت ايديكاتريس، لقيت ادمينستراتور، ميم يا بلان 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 دو شوز. المهم غادي تشوفوهم هنايا اجونت دو جيستيون اميبولييه. مهم موجودين هنايا بزاف ديال لي فونكسيون لي بروفيسيون ديالكم. هنا تسيليكسيون داكشي لي بروفيسيون. هنايا عاوتاني لاني دو زيكسبيريونس، اني ديكسبيريونس غادي ديروا لاني ديكسبيريونس ديالكم. فولي فو اجوتي اوتر اكسبيريونس بروفيسيونيل. وهنايا السي في كما كنقول لكم السي في على الطريقه الكنديه. وغادي نعاود نخلي لكم عاوتاني الرابط ديال السي في كنديا على الطريقه الكنديه ضروري. وهنا تحترموا تبدا بفيشي اكسبتي لي بي دي اف لي تاي ماكسيموم ودي فيشي ضروري انكم تحترموا هاد القوانين. هذا راه كاينين بزاف ديال لي دوموند كي سون روجيتي باسكو الناس ما كيحترموش هاد المعايير اللي كنطلبوا. تشوفوا غادي نوصلوا اللغه الفرنسيه، لي كونيسونس ديالكم في اللغه الفرنسيه، واش ديبيتون انترميديير ولا افونسي، اكريت اورال كومبريانسيون برودكسيون اكريت بيان سور. هنا عاوتاني كونيسونس لانغويستيك في اللغه الانجليزيه ضروري انكم تقولوا كما قلت لكم الحقيقه، لان الا قلت لهم مثلا جو سوي افونسي راه غادي يبان من بين غادي يبان في لونتروفي. وهنا ميساج كومونتير انكم تحاولوا انكم تهضروا على لي كاليتي ديالكم، لي كاليتي بيرسونيل اي بروفيسيونيل. هنا ما قل ودل. وغادي نكليكو على هادي جي لو جي جاكسبت لي كونديسيون. بطبيعه الحال غادي نكوشيوها وغادي نديرو اونفوي. وكنتمنى لكم حد موفق، واللي عنده شي اسئله ولا عنده شي استفسار مرحبا، ومرحبا بكم دائما.